ميتاي روحي بسرعة. يلا امشي بسرعة. ايه الو مرحبا ميتاي. بقيا من وقتك ربع ساعة، يعني استعجلي ما ضل عندي وقت كتير. إذا تأخرتي مديري رح يبهدلني. ايه فهمت عليك، رح كون هنيك قبل ربع ساعة. حطي ببالك إذا تأخر التسليم رح نلغي الطلب فورا. أصلاً غلطي إني وثقت فيكي. بصراحة أنا كان لازم أطلب من محل تاني. لا لا خلي عندك ثقة، رح كون هنيك على الوقت ولا يهمك. بسرعة لو سمحتي. يلا جاية. طلبت من المعلم يصلح السيارة لأنه الزيت عم يسرب. ايه بس هو ما سمع مني ابدا وقال هو بيصلحها بس نخلص تسليم. شو هالمصيبه هي؟ سوق بسرعه لو سمحت. قديش بدنا وقت؟ يلا بسرعه. يا سلام. شكرا. ايه عم تحاول ترتب لحفل العزوبيه؟ ما بتخبر رفقاتك انك خاطب يعني؟ لك مين بدي خبر لخبي؟ اصلا كل هالعرس انا. تفضل. القصة انه ما كان معي وقت لخبركم. ايه بس ولا يهمك ابدا. رح اعزمكم كلياتكم على العرس، ماشي؟ طيب بشوفك. سلام. تفضلوا. الاجواء ممتازة. ماني مصدقة انه عرسنا قرب. لبسكم طالع. بس انا مبسوطة. لانك صادق معي. بس واضح انه انت بتحب انه يضل كل شيء مخبى. لو تعرف انا كثير متحمسه ومتاكده انه رح نعيش حياه حلوه سوا. شكرا. امتى انت مخطط تروح على امريكا؟ صار فينا نلتقي كل يوم، لازم نخطط لمستقبلنا صح؟ ايه خليهم يخلصوا من موعد العرس وبعدين منتناقش بكل شيء. خلينا ناخذ صوره سوا. هلا مشغول شوي. انا بصراحه ليش واقفة كاريشما؟ تعي. ايه الجو حلو تمام. شو صار لك؟ كنت عم حاول احكي مع اديتا شوي بس شكله مو مهتم، حتى انه ما وافق ياخذ صورة معي. مانو مهتم فيني ابدا. حاجتك كاريشما، كل العالم عم تتطلع، ممكن كان خجلان. تعالي يلا امشي. يلا. اسفة لاني تأخرت بس بصراحة القصة انه يعني. قولي لي ميتاي انت منيحة؟ صاير معك شي حادث مثلا؟ الرحلة ما بتكون حلوة اذا ما كان فيها تحديات مثل ما بتعرف. صح حكي؟ بس المهم ميتاي وفت بوعدك. الف مبروك لك ميتاي، سلمتي طلبك الاول بالوقت المحدد تماما.